كيف ترى هذا التحول؟ نعم. بالاختيار بنوع الأصوات، بعض المحافظات اللي قد تكون محافظيها حصلوا على شعبية، هل تعتقد أنه هو يدل على أنه المحافظ قد يعني استغل السلطة أو استغل في دعايته الانتخابية، أم قد يكون هو لأنه فعلا خدم مدينته فحصل على هذه الأصوات؟ نعم بالتأكيد، حتى مفوضية الانتخابات قد رصدت بعض الحالات صراحة، والحكومة بنفسها دولة رئيس الوزراء رصدت هذه الحالات. نعم. والمخالفات التي قام بها بعض المحافظين. نعم. من أجل الحصول على مكاسب سياسية ورضا المواطنين ورضا المجتمع. نعم. وأعتقد أي محافظ مكان الأخوة المحافظين يستخدم نفس الأسلوب، يعني لا أعتقد هناك شخص قادر على أن لا يستخدم السلطة كونه هو جزء من هذه السلطة. نعم. ونازل إلى انتخابات، فبالتالي يعتبر هذا الأمر مباح ما لم تصدر تعليمات وما لم يكن هناك نص قانوني واضح يمنع المحافظين من إدارة محافظاتهم. نعم. نحن في قانون الانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب كان هناك أحد النصوص التي تم رفعها مؤخرا بأن يمنح إجازة إجبارية مدة 60 يوم، كل من يشغل منصبا تنفيذيا يرغب في الترشيح. نعم. يمنح إجازة إجبارية خلال مدة 60 يوم ما قبل الانتخابات. هذا النص قد تم الاعتراض عليه ورفع بطريقة أو بأخرى لأن لا ينسجم مع رؤية وسياسة بعض الكتل السياسية. فبالتالي تم تغيير هذا النص، والقانون جاء ساكتا عن المرشحين التنفيذيين، كان يكون محافظين أو وزراء أو مدراء نواحي وأقضية أو مدراء دوائر، مدراء عامين. نعم. فبالتالي القانون سكت، لم يحاسب ولم يقنن ولم يعني يقيد أصحاب السلطة التنفيذية. فبالتالي كل المحافظين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات الإدارية لما يرون بأن هذا الأمر مباح من حقهم أن يستخدمون كل الأساليب من أجل الحصول على الصوت. يعني الحصول على الصوت ليس بأمر سهل جدا. نعم. ولاحظت أنت كل الشخصيات الفائزة اليوم في هذه الانتخابات تكاد تكون شخصيات قد مارست العمل السياسي سابقا، إما هم مدراء عامين أو هم رؤساء وحدات إدارية أو هم محافظين أو أعضاء مجالس محافظة سابقين أو عضو مجلس نواب نازل في هذه الانتخابات. فبالتالي هذه الشخصيات هي التي فازت اليوم في هذه الانتخابات. سانت ليغو كان 1.7 له دور كبير جدا.